وصل صوتك. سعادة باستقبال دكتور منصف الناس أستاذ مختص بجامعة التونسية وباحث سياسي. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. دونك اليوم برشا ناس يقولوا دكتور أنه مشكلة الإرهاب مش مرهونة بالوضع الداخلي برك، مرهونة بوضع خارجي إقليمي ربما يدل أنه المشكلة ما زالت باش تطول. شنو رأيك؟ في هذا المنبر بالذات منذ حوالي شهرين قلت أن الإرهاب هو اليوم صناعة دولية، أي ثمة دول تصنع الظاهرة، توفر لها الموارد البشرية وخاصة الشباب، وتوفر لها التدريب العسكري المسلح والراقي والتمويل والتجهيز والمعلومات، ولهذا الإرهاب ليس ظاهرة محلية بل هي ظاهرة عالمية داخل تماما في الصراع الدولي بين الدول وبين الكتل الإقليمية. والدليل ما يحصل في سوريا اليوم. وحلاش نشوفه ملا أحيانا، معناتها كي نشوفه بين فرنسا ومالي وسوريا، معناتها اللي معاهم في أفريقيا ضدهم في الشرق الأوسط، معناتها أحيانا نفس المجموعات تحاربهم في بلاصة تساندهم في بلاصة أخرى، معناتها فما نوع من الخلط اللي باش يفرز مشهد جديد ولا كيفاش؟ بالتأكيد يعني على الرغم من التحالف العضوي بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هناك هامش من الاختلاف. فرنسا تقاوم المجموعات الإرهابية في شمال مالي، القاعدة وأزواد، ولكن تدعم بشكل كبير عسكريا وأمنيا وسياسيا المجموعات الإرهابية والعصابات الإرهابية في سوريا. هذا هامش الاختلاف مسموح به طالما أنه يسمح بالقضاء على جزء من القاعدة. وأنا في تقديري أن الإرهاب جيء به إلى شمال مالي، وأؤكد أنه جيء به وإلى سوريا من أجل القضاء على جزء كبير منه والتخلص ودفن المجموعات التي خرجت من أوروبا لتقاتل في سوريا وفي مالي. أي أي أي. بدل عودتها تدفن حية أو ميتة في الأراضي التي تقاتل فيها، وهذا جزء من عبقرية الخيال العسكري والاستخباراتي والأمني الغربي. ومن لم يفهم هذه العبقرية لا يفهم السياسة الدولية فيما يبدو لي، ولا يفهم الصراعات الإقليمية. كلام مهم برشا معناتها دكتور، خلي نحاولوا معناتها نركزوا معاه ونحاولوا نزيدوا نديفلوبيوها شوية. انه اليوم كل مصب متاع الفضلات اللي يلمدوا فيه ويرميوه باش نجموا يقضيوا عليه. انت اليوم اوروبا هالسرطان اللي هو الارهاب وربما اللي يخوفها والعمليات التفجيرية اللي من سنوات الالفين وغيره في اوروبا من اسبانيا لغيرها، تقول لك يا اخوي نشد الارهابيين نصنع لهم هكا نزاعات في أماكن، نلمدهم في سوريا في مالي باش نجم نقضي عليهم. صحيح. معناتها الفكرة الناس تغزر القدام. يعني مثل ما يبحث عن أماكن لدفن النفايات النووية السامة في دول ما تدفن في دول فقيرة محتاجة إلى بعض مئات الدولارات والأوروات، يبحث عن مدافن للمجموعات الإرهابية المسلحة في بلدان لاعتبارات سياسية أو غيرها للتخلص من بين قوسين اسمح لي في هذه العبارة من النفايات البشرية التي يعتبر الغرب الأمريكي والأوروبي أنها مضرة به. ولذلك اليوم هناك تقديرات تشير على سبيل المثال هناك ما لا يقل عن 3000 مسلح أوروبي وأمريكي يقاتلون في سوريا. والمخابرات البريطانية تعرف بالرقم الصحيح كم عدد الشبان البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا، وقالت أن الرقم هو 300 شخص وتعرفهم اسما ونزعت عليهم الجنسية، وتفكر في نزع الجنسية. ودفنهم في سوريا أحياء أو أموات هو للتخلص منهم
ومن وجودهم في بريطانيا. فوالا نعرف عندهم حرية ضمير دونك، واللي يبقاو منهم ينحيوا لهم جنسية ويحكموا عليهم. هذه عبقرية المكر، المكر العقل الغربي. مرة الفيجارو تو لي متفيت معناتها قالوا هل نجموا نعملوا كيما بريطانيا أن نسحبوا الجنسية؟ يا أخي كاتب المقال توصل الاستنتاج قال لا، معناتها حسب القانون الفرنسي اللي مشاو يحاربوا في سوريا نعطيهم نيشان لأنهم مشاو يحاربوا في مصلحة، يعني في نفس اتجاه الدولة الفرنسية، معناتها لأن الدولة الفرنسية تقريبا تحارب ضد نظام بشار الأسد. بمعنى اليوم معناتها ما ينجمش يكون إشكالية يدور عليهم، بمعنى كما صار مع أمريكا من أفغانستان ومن بعد صارت أحداث سبتمبر وغيره. هل متحكمة تراها الدول في هذه الصناعة؟ لأنها عادة صناعة قد تخرج عن السيطرة. اليوم الناس يقولوا أحداث سبتمبر 2001 هي هو اللعبة اللي دارت، اللي هو السلاح اللي معناتها أمريكا دار عليها من بعد وضرها. هناك معطيان مهمان يجب أن نصارح بهما المستمعين. جزء من الذين يشاركون في العصابات الإرهابية بعثوا وابتعثوا بموافقة من أجهزة الاستخبارات الغربية الفرنسية والبريطانية والألمانية وخاصة الأمريكية، ولهذا لن يعودوا لأنهم معروفون ومثبتون في قوائم معروفة. الجزء المتبقي ستعمل الجهات الغربية وخاصة الجهات الاستخباراتية أن لا يعود هذا الجزء إلى بلدانه الأصلية، وإن تسلل فسيكون تحت مراقبة طويلة المدى شديدة التعقيد والتطور بالتقنيات المطورة في مجال التصنت والمراقبة إلى غير ذلك. ولهذا أنا لا أتوقع بأن تكون العودة قوية إلى المجتمعات الأوروبية والغربية الأمريكية، وإن حصلت بعض العودات القليلة فلن تكون مؤثرة في تطور الأمور. هم أرسلوا وجهزوا ومولوا ودربوا لقضاء بغاية دفنهم بالحياة أو بالموت في سوريا أو في مالي أو في لبنان أو في العراق. هذا واضح يعني. ممكن احنا نسينا، اما في فترة ويكيليكس ذكر اسم ابو عياض، معناتها عليه علاقة وثيقة بالاستخبارات، معناتها في ويكيليكس، معناتها تذكر فك الفترة ذيك. دونك ابو عياض كان حسب ويكيليكس معناتها يعمل لصالح استخبارات معينة. دونك يؤكد هذا الكلام، والكثير يعرف انه المتشددين معناتها الارهابيين صنيعة مخابرات، وربما كلامك هذا يتأكد. باش تفسر مثلا هل هذا في نفس مثلا الصراع اللي نشوفوه تو بين داعش وجبهة النصرة، اللي يقتل يقول الله اكبر والمقتول يقول الله اكبر، معناتها هل هذا بنوع من الزادة نوع من الصراع اللي مقصود؟ نعم، يعني هو تعدد المنظمات التي تتقاتل في سوريا يندرج في إطار خلاف بين بعض البلدان العربية وتحديدا بعض البلدان الخليجية، ويندرج في بحث عن إمكانيات أكبر وأكثر للتأثير في سوريا وإسقاط النظام. والأمس تركيا اتخذت قرارا وهذا يؤكد التورط والمعرفة الدقيقة بالأشياء وبالمسميات وبالأسماء. أمس تركيا اتخذت قرارا بإرجاع كل السعوديين الذين شاركوا في سوريا في الميدان أو الذين ينتظرون في تركيا للدخول إلى مختلف جبهات القتال في سوريا بإرجاعهم إلى السعودية. يعني هناك معرفة دقيقة بالأسماء وهناك قوائم جاهزة في الداخل وفي الخارج، وهذا يؤكد أن المخابرات التركية على علم بجزء كبير بهوية من يقاتلون في سوريا. حينما نقول تركيا يجب أن نكون صادقين بأنه هناك موافقة أمريكية مباشرة على ما تقوم به تركيا، يعني والإمكانيات المادية الرهيبة التي تتوفر لدى الإرهابيين، وكل ما يتم قتل إرهابيين ولا غيره نلقاو الروات والدولارات ولا لا نلقاو معناتها إمكانيات كبيرة، معناتها في الجبال وغيره معناتها مبالغ مالية كبيرة غريبة، معناتها كيفاش يقع تمويلهم. وتركيا دونك كل ما نحكيو على جهات في سوريا نقولوا شبكات التسفير، تركيا دونك على عينيها اللي داخلين الكل، ما همش يدخلوا بصفة سرية. لا يعني هذا كلام صائب، فقط أؤكده من خلال مقالة طويلة نشرت في نيويورك تايمز
وعلى علم نيويورك تايمز هي نشرية محترمة لأنها قريبة جدا من الخارجية الأمريكية ولها لديها معلومات مدققة، تشير في طبعتها في نوفمبر 2013 إلى أن بلدين عربيين أنفقا على المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة في سوريا 15 مليار دولار، في حين ميزانية تونس تجهيزا وتصرفا دعما وهبة وقروضا وكذا لم تتجاوز في 2013 13 مليار دولار، أي حوالي 27 مليار دينار تونسية. يعني نقارن بين الرقمين ونفهم هذا السخاء في الإنفاق على القتل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح البشرية وتدمير المجتمعات والحضارات، وحضارة السورية عمرها 7000 سنة، وهذا الشح الكبير والمتعمد والمقصود في دعم مجتمعات بغاية إلى الحجم إلى الدعم بغاية إلى مساهمة لتنهض من صعوباتها وتواجه صعوباتها. صحيح، معناتها اللي خصوه زوز دول فقط، معناتها يبدو أنه فيهم قطر سعودية، قطر معناتها يبدو أنهم دونك نيويورك تايمز ذكرتهم ولا قال زوز دول؟ زوز دول عربية بالإشارة. قطر السعودية تقريبا واضح. اليوم تونس معناتها قدام هل معناتها وكلمة في بلاصتها كي تقول صناعة، معناتها الإرهاب صناعة. اليوم تونس قدام هل معناتها الأزمة الليبية معناتها مش مشتوفة غدوة، وبين الجزائر وليبيا وتونس معناتها شنو ينجم يكون الإرهاب؟ هل باش يقعد ديما خطر خارجي علينا؟ معناتها مش ممكن النجم نقولوا لتونس بعدت على خطر الإرهاب أمام الوضع هذه؟ لا، تونس ليست في مأمن من الهرام البتة اطلاقا، بالعكس. يعني اليوم ليبيا غير مستقرة، وأنا أتوقع أن يستمر هذا التوتر على الأقل عشرية قادمة مع تدفق هائل للسلاح تقدره الأمم المتحدة ب 31 مليون قطعة سلاح تتجول في أرجاء المجتمع الليبي من المتوسط إلى غرب الصحراء الأفريقية، مع ميليشيات متنمرة على السلطة وغير قابلة بالحكومة، مع دولة شبه مختفية وغائبة تقريبا. ولهذا يجب أن نتحوط من ليبيا، أن نتوقع من المخاطر القادمة، ولكن أيضا نتمنى أن الجزائر تخرج من المرحلة الصعبة، لأن المرحلة الراهنة صعبة سياسيا عندها. صعبة لأن هناك انقسام حاد اليوم في الجزائر بين الطبقة السياسية والعسكرية والاستخباراتية حول المرشح القادم. أما ديما العسكر مسيطر ولا لا؟ على الميدان على الأقل الجزائر في الحضن الدافئ للعسكريين. أي ما على الميدان، معناتها أزمة سياسية لا يمكن أن تؤثر، لأنه الجزائر تعلمت الدرس كبيرة، ولكن القاعدة ما زالت موجودة في الجزائر. أي. وتتحرك في سلسلة الجبال في المناطق الجبلية الوعرة في الجزائر، خاصة وأن الجزائر متاخمة جدا لمالي، وشمال مالي الذي يشكل 66% من مجمل التراب الوطني المالي، أي حوالي 2 مليون كيلومتر مربع. هذا الجزء ما يزال خارجا كليا تقريبا عن سيطرة الحكومة المركزية في باماكو في العاصمة، وما تزال كمية كبيرة من الأسلحة تتجول، ويمكن جلب الأسلحة باتجاه الجزائر أو باتجاه النيجر أو تشاد أو تونس خاصة ومصر أمرا سهلا. يعني اليوم يجب أن نصارح أنفسنا، وليس مبالغة وليس تهويلا، وأؤكد على ذلك مرات عديدة، ليس تهويلا وليس مبالغة. الوضع الإقليمي والجيوستراتيجي الإقليمي المحيط بتونس على درجة من الصعوبة يحتاج يقظة كبيرة إلى كفاءة عالية من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، ولكن أيضا إلى مشاركة من المجتمع المدني في التوقي من خطر السلاح المهرب من ليبيا باتجاه تونس،
وخطر المجموعات المسلحة التي تدرب التونسيين، وهذا يستدعي بتبعة الحال وقفة جادة مع الحكومة الليبية للسيطرة على التراب الليبي، وغلق المعسكرات التي تدرب بين ظفرين ما يسمى بالجهاديين العرب، وخاصة الجهاديين التونسيين الذين يدربون على السلاح في ليبيا ويسفرون عن طريق ميناء طبرق البترولي في بواخر ليبيا باتجاه تركيا ثم العراق وسوريا ولبنان. واضح، ولا يمكن أن يكونون كل هذه عمليات التصدير معناتها تكون خافية لأنه على عينين معناتها كل المخابرات. شكرا لك دكتور منصف والناس، أستاذ مختص بجامعة